دائما نحن نعتبر المناسبات الدينية قدوة لنا ومنهاجا لحياتنا، سيما عندما تكون أو عندما يكون عيد المولد النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم، لنا فيه قدوة حسنة، منها نستمد القدرة، ومنها نستمد الصبر، ومنها نستمد كيف نتعامل مع الصعاب، لأنه عاش يتيما، لأنه جاع، لأنه طرد، لأنه أدميت قدماه، لأنه طرد في شعب مكة، لأنه لم يكن يملك شيئا. نحن اليوم نتذكر حصارنا، نتذكر ما نحن فيه، ونقول إن لنا قدوة حسنة هي رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. بتعليمات بينة وواضحة من فخامة السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن بعمل مناسبات دينية، لأن المعاهد الأزهرية تدرس الدين الوسطي، وبإشراف كامل من أخ الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، بعمل احتفالات مولد نبوي وإسراء ومعراج وغيرها من المناسبات الدينية. وعلينا نعمل مباشرة هذه أسوة بأزهر مصر، مشيخة الأزهر بجمهورية مصر العربية حماها الله، ونطلب من الجميع بمناسبة المولد النبوي الإكثار من قول صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصلاة على النبي أصل من أصول الإيمان، الصلاة على النبي أصل من أصول الإيمان. وهنا تباهت الأرض على السماء وقالت الأرض للسماء، أنا ولد علي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت تتباهي يا سماء بالقمر والنجوم والشمس، وأنا أتباهى بقدوم محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الأرض تسبق السماء بالتباهي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعلينا جميعا أن نكثر من الصلاة على النبي في هذا اليوم وكل يوم، وكل عام وأنتم بخير وبصحة وعافية.